بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، وجايلنا أسئلة كتيرة بخصوص التشكيك والإلحاد والمواضيع اللي اتفتحت الأسابيع اللي فاتت. والحلقات دي عاوزين نخليها على الأسئلة الخاصة باستحالة تحريف الكتاب. طبعا السؤال مش بيجي يقول استحالة، السؤال عادة بيجي بيقول هل مش ممكن الكتاب المقدس يكون اتحرف عبر 2000 سنة أو أكتر لو هنتكلم من أول العهد القديم، وهل فكرة نسخ الكتاب مع العنصر البشري مش ممكن ده يخلي في جملة تنقص وجملة تزيد ويبقى في إضافات وحذف وحاجات زي كده؟ ده سؤال مكرر، وطبعا أحيانا اللي بيسألوه بيبقوا مغرضين لأن هم قصدين ان هم يشككوا في الكتاب، وبالتالي ما يبقاش الكتاب المقدس مرجع للمسيحية ويبقى افكارنا المسيحية لا اساس ليها. برضو الاول عاوز اقول لكم حقيقة كده ارثوذكسية يعني مستقيمة قبل ما ندخل في الدفاع عن الانجيل. بداية الحقيقة موجودة قبل ما الانجيل يتكتب، يعني مش الانجيل عمل الحقيقة، الإنجيل سجل الحقيقة، لكن الحقيقة حقيقة الله، الله موجود قبل أن يكون هناك كتب، وغرض الله من خلق الإنسان موجود قبل ما يكون في كتب، وتجسد المسيح له المجد مذكور في العهد القديم لكن قبل أن يكون العهد الجديد المسيح تجسد ومات على الصليب وقام. إذن الحقيقة موجودة ومعلنة، والحقيقة معلنة على مستويات. معلنة أولا زي ما قلنا في حلقات قبل كده من خلال الطبيعة، الله يكشف عن الحقيقة في الطبيعة إن في إله، في خالق، في محب للبشر، الله يميل للخير والحق والجمال والسلام من خلال الخليقة اللي خلقها. يبقى الإنسان الفطري البدائي اللي ما يعرفش يقرأ، اللي ما استلمش شرائع، ممكن يتعرف على الله من خلال الطبيعة الجميلة اللي بتحتضنه بتقدم له حب، من خلال الحيوانات اللي بيشوف فيها علاقات مبنية على الحب، من خلال علاقته هو بمراته وعياله. إذن الطبيعة تعلمنا، ده تعبير كتابي. لكن قبل ما يكون الكتاب مكتوب كان هناك كتاب الطبيعة. قلنا كمان أن الإعلان الإلهي مر بمراحل، مرحلة الأنبياء بعد كده أن تكلم أناس الله القديسون موثوقين من الروح القدس، وبالتالي الكتاب المقدس ما اتكتبش في يوم ولا في شهر. الكتاب المقدس اتكتب كمجموعة كتب موحى بها من الله، يعني موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح ربنا بيخليه يكتب، وأكثر من مرة يجي في سفر التثنين ربنا بيقول له اكتب يا موسى، ويوصينا محدش يزود ولا ينقص في الكلام. إذن موسى كتب تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، جه يشوع كتب سفر يشوع، وهكذا. إذن الأسفار تزيد مع الأيام عن طريق الكتاب اللي هم الأنبياء المنقادين بروح الله. ده كده يوصلنا لمشارف العهد الجديد. العهد الجديد المسيح جه حسب النبوات، إذا بمجيئه تمم النبوات وبل كل الأعمال اللي عملها إلى صليبه وقيامته وصعوده والروح القدس وكنيسة العهد الجديد. كل ده ما كانش اتكتب عهد جديد. ابتدى العهد الجديد يكتب أو يسجل كخبرة للكنيسة الحية، كناس عاشت مع المسيح وشافته. ابتدى الروح القدس يشغل متى يكتب لليهود، يشغل قديس مرقس يكتب للرومان، يشغل القديس لوقا يكتب لليونانيين، يشغل في آخر القرن الأول القديس يوحنا الحبيب يكتب حياة المسيح مرة أخرى مؤكدا لاهوته، ويحكي لنا ما لم نسمع عنه في إنجيل متى ومرقس ولوقا. وفي نفس المرحلة من سنة 50 لسنة 80 أو يعني في النص الثاني من القرن الأول قديس بولس كان بيكتب عن أخبار الكنيسة أو الرسائل، قديس لوقا سجل سفر الأعمال كمقدمة عن كنيسة العهد الجديد 30 سنة الأولى بعد صعود المسيح، قديس بطرس كتب، القديس يعقوب، القديس يهوذا، كل دول إن كانوا رسل أو أنبياء يجمعهم خط واحد
والإعلان عن الحقيقة بقيادة الروح القدس. يبقى حسب إيماننا المسيحي الوحي هو عمل مشترك بين الله والإنسان، الله يقود الكاتب مهما كانت ضعفاته عشان يسجل حقيقة سليمة خالية من الخطأ، حتى لو هو كإنسان غير معصوم من الخطأ. يعني شفنا مثلا القديس بطرس أنكر في يوم من الأيام ورجع قديس وكتب رسالة بطرس. الرسالة معصومة من الخطأ، القديس بطرس مش معصوم من الخطأ. موسى النبي كتب التوراة، موسى مش معصوم من الخطأ، لكن التوراة معصومة من الخطأ. ليه؟ روح الله هنا هو القائد، هو اللي بيسجل عن طريق هذا الكاتب، وبالتالي يعصم الحقيقة من الخطأ. ندخل بقى على ليه بنقول ان الكتاب لا يمكن ان يحرف. اول فكرة بديهية، واحنا طبعا اتفقنا في حلقات الموضوعات الخاصة بالألحاد والتشكيك عموما، ان احنا البديهية والمنطق هي حجتنا الأساسية، لان لما بنقول الانجيل بيقول والاباء قالوا، يجوز كتير من المستمعين او المتشككين يقول لك احنا لا نؤمن بالاباء ولا نؤمن بالكتاب. لكن خلونا نفكر بشكل بديهي. لو انا عامل كتاب هبقى حريص ان محدش يغير في الكتاب ده، وعشان انا اللي كاتبه، وبالتالي عاوز لو حد لعب فيه اقفله. انتوا عارفين في حاجة اسمها حقوق النشر، وفي قضايا بتترفع فظيعة لو واحد لعب في سطر من السطور او خد جزء ونسبه لنفسه او غير اي حاجة في المحتوى الاصلي اللي قصده الكاتب. اذا كان ده في عرف كتاب كتب بشرية، اي كاتب يكتب كتاب بيبقى حاسس ان ده بتاعه ومسؤول عنه ويتصدى لأي حد يتلاعب في الكتاب. إذا كنا ننسب الكتاب المقدس لله حسب إيماننا، وطبعا احنا مش هنناقش المرة دي وجود الله لأن دي لها لقاءات أخرى وخدناها وهناخدها تاني، لكن الله له كل المجد، ألن يكون قادرا بالمنطق أن يحمي كتابه من التغيير أو التلاعب أو الحذف أو الإضافة؟ إذا كان الإنسان نفسه يتصدر لعمله وإيه بيحامي عنه. طبعا إحنا عندنا آية بتأكد المفهوم ده، المسيح له المجد نفسه يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول. يبقى المسيح له المجد بيقف مدافع عن الكتاب المقدس إنه مش هيسيب حد يزيح أو كلمة من كلامه تزول، أو حرف في آية تانية تقول الحرف نفسه يتغير أو يزول. إذن ده منطقي وأيضا له شاهد في الكتاب، يعني نفس الكتاب المقدس بيشهد لاستحالة التحريف. وبالمنطق إذا كان الله موجود والله قادر وهذا الكتاب هو صنع الله، يبقى بديهيا هذا الكتاب لابد له من استمرار، وصعب جدا مستحيل أنه يسمح فيه بالتلاعب في الحقيقة المعلنة فيه. تعالوا نمشي بقى مع العلم والمنطق زي ما أحبائنا المتشككين بياخدونا دايما في الاتجاه ده. الكتاب المقدس هو أكبر كتاب أو أكتر كتاب في تاريخ البشرية له مخطوطات موثقة. يعني إيه؟ ما هو ده كتاب في الأصل قديم، أي حاجة قديمة نبحث في المخطوطات، في حاجة اسمها مثلا الإلياذة والأوديسة، شعر يوناني، تلاقوا مثلا المخطوط الموجود في المتاحف للإلياذة والأوديسة المخطوط نفسه يبعد عن زمن كتابة الأصل مئات السنين. فده بيخلي ايه؟ في احتمال ان يكون المئات السنين دي الفاصل ده يكون في حصل تلاعب بين أصل الكتابة وبين المخطوط اللي في ايدينا. وبعدين تلاقوا ايه؟ مخطوطين ثلاثة. ومع هذا العلماء ما تشككوش في الإلياذة والأوديسة واعتبروا هو ده الأصل. بصوا بقى للكتاب المقدس الموضوع مختلف. ليه؟ الكتاب المقدس مش فيه بقى نسختين ثلاثة، فيه آلاف من المخطوطات الموجودة في المتاحف في العالم، ولا تبعد إلا بضعة عشرات من السنين عن زمن أصل الكتاب. يعني أشرحها بشكل واضح. مثلا العهد الجديد اتكتب في القرن الأول،
تلاقي مخطوطات من القرن الثاني باللغة اليونانية فيها أجزاء من إنجيل يوحنا وأجزاء من الرسائل. ما المخطوط ده مش لازم يكون الكتاب كله مجمع، المخطوطات دي بتبقى طبعا حاجات ثمينة جدا لأن فات عليها 1800 سنة أقل أو أكتر. إذا مجرد أن أنا ألاقي مخطوط لا يبعد عن زمن الكتابة إلا بضعة عشرات، ده لوحده له قيمة علمية ضخمة جدا. وبعدين أقارنه بمخطوط آخر اكتشف في مكان تاني وألاقي نفس الكلام اللي هنا هو اللي هنا، وبعدين أروح في بلد تانية ألاقي مخطوط مثلا بعدها بمئة سنة ألاقي نفس الكلام ده هو الكلام ده، أطلع 200 سنة تاني ألاقي مئات من المخطوطات. كل ما نعلى بالزمن يعني نقول القرن الثاني مخطوطاته شوية قليلة، الثالث أكتر، الرابع أكتر قوي، الخامس وهكذا. إذا في الخمس ست قرون الأولى في العهد الجديد في آلاف من المخطوطات اللي بتراجع على اللي بتأكد سلامة العهد القديم والعهد الجديد، لأن المخطوطات في مجموعها بتراقب بعض. يعني إيه؟ أنت بتبص لده وتقارن ده بده فبتكتشف الله ده نفس الكلمات ونفس الأسلوب، لكن ده المخطوط ده في زمن غير ده، ده معناه أن الأصل واحد وأنه ما حصلش أي تحريف في الفرق المخطوط ده عن المخطوط ده، حتى لو الفرق 100 سنة أو 200 سنة. يبقى واضح أن الكتاب بيثبت نفسه عن طريق آلاف من المخطوطات اللي تتناقلها الأجيال بحرص شديد لغاية ما تبقى موجودة في إيدينا لغاية النهاردة. طبعا جزء كبير منها كان من أديورة مصر على فكرة، لأن أديورتنا كانت مخازن للمخطوطات في وقت، وياما اتنهبت بعض المخازن دي وراحت مخطوطات من أديورة مصر فيها حاجات ثمينة جدا ترجع للقرن الثالث. حجة أخرى، واحد يقول طب ده على العهد الجديد، طب والعهد القديم؟ لا، والعهد القديم كمان له مخطوطات كتيرة قوي. أقربها القرن الماضي اكتشفت حاجة اسمها مخطوطات وادي قمران ناحية الأردن كده في البحر عند البحر الميت. دي عبارة عن أزيار ضخمة اكتشفوها جواها مخطوطات محفوظة بطريقة معينة مقفول عليها، فاحتفظت بنفسها زيادة عن 2000 سنة. بعض هذه المخطوطات يسبق زمن المسيح، يبقى هي تاريخيا قبل الميلاد، في أجزاء شبه كاملة من أصفار كاملة من العهد القديم بنفس النص ونفس الحرف اللي موجود عندنا حاليا لغاية دلوقتي. إذا العهد القديم كمان له مخطوطاته، بالإضافة إلى أن العهد الجديد بيستشهد مئات المرات بمواقف وآيات من العهد القديم. ولما العهد الجديد يقول يونان أو يقول نوح أو يقول آدم، إذا ما كتب في العهد القديم ممتد في العهد الجديد، ممتد في فكر الكنيسة لغاية النهاردة. يبقى هنا تلاحظوا الاستمرارية دي حجة علمية أنه نفس العهد الجديد بيثبت العهد القديم. يجي موضوع تاني مهم قوي يضيف حجة أخرى. إذا كنا بنقول أن الكتاب المقدس حصل فيه تلاعب أو الناس بتدعين الآيات محرفة أو الأفكار دخيلة، طيب بيجي سؤال مين اللي حرف وليه بيحرف؟ لأنه أي جريمة أو أي حالة الواحد لازم يدرس جوانبها. فلما تقول لي حصل كذا أقول لك طب إيه الداعي أساساً؟ قول لي السبب الأول المقنع اللي يخلي واحد يحرف، وبالتالي قول لي مين ده وبعدين قول لي أسبابه. فيقول لك طب اليهود حرف. خلينا بالمنطق نفكر، اليهود هيحرفوا في ايه؟ في العهد القديم. نمسك العهد القديم، لو انا يهودي ماسك العهد القديم بكتشف ان داود النبي اللي انا بفتخر بيه الكتاب المقدس بيقول انه وقع في الزنا، طب ما نشيل دي بالاولى. بيقول لي ان موسى اللي انا ماشي وراه يعني رئيس الانبياء بتاعي قتل في يوم من الايام قتيل، طب ما نشيل القصه دي. بيقول لي انه في سفر النشيد في كلام غزل وكلام عاطفي ممكن يفهم خطأ، طب ما نشيله. لو انا عندي فرصة ان انا احرف وانا يهودي عاوز اتجمل، طب ما انا هلعب في اتجاه محدد. الاكتر من كده، الناس اللي ما ذكرتش العهد القديم بتفتكر ان العهد القديم بيجامل اليهود وبيقول اليهود احسن ناس
وشعب الله المختار وهم دول الناس بتوع ربنا. ففي ناس واخده موقف من العهد القديم، دول ما قروش العهد القديم. كتب العهد القديم بتثبت على اليهود بشاعتهم وسوء اخلاقهم. كتاب العهد القديم اللي هو اساسا كتاب اليهود، اللي تجاوزا هنقول ان في ناس بتقول اليهود لعبوا فيه، ده بيقول اليهود هيحصل فيكم وربنا غضبان عليكم، ده الحمار بيفهم عنكم والطور بيفهم عنكم، ده كلام في العهد القديم. طب ما انا لو يهودي وهحرف، ايه اللي يخليني اسيب الكلام ده في الكتاب اللي بتاعي؟ لو قلنا بقى ان اليهود حبوا يحرفوا في موضوع العهد الجديد، طب اذا كان اليهود ما امنوش بالمسيح اساسا بسبب اعلانه عن نفسه كاله وبسبب موته وقيامته، طب هو اليهودي لو هيحرف في العهد الجديد وهو رافض المسيحيه، طب ليه ما لغاش الصليب والقيامه وما لغاش كل الايات والمواقف اللي بتثبت لاهوت المسيح لو هو اللي هيحرف؟ نقول له لا لا خلاص مش اليهود، دول الرومان. الرومان هيحرفوا؟ طيب الرومان لو هيحرفوا ليه بيثبتوا على نفسهم ضعف بيلاطس البنطي؟ وليه بيثبتوا في العهد الجديد المؤامرات اللي بيعملوها؟ وليه في سفر الاعمال طالعه فضايح كتيره للرومان؟ وايه غرض الرومان ان هم يحرفوا الكتاب اذا كانوا الرومان اساسا كانوا بيموتوا المسيحيين؟ ماذا يعني لهم الكتاب؟ الرومان كانوا بيحرقوا الاناجيل وبيموتوا المسيحيين، ليه بقى ينشغلوا انه يمسكوا الانجيل ويقعدوا يحرفوا فيه؟ ده التحريف ده وسيلة الشخص الضعيف اللي ما عندوش وسيلة أخرى. إنما الرومان قعدوا زيادة عن 200 سنة طايحين في المسيحيين، وعشر أباطرة ما وراهم شغلة غير يموتوا مسيحيين، موتوا ماري جرجس وأبو سيفين، وكل ده في زمن الرومان. إيه قيمة إنه يحرف في الكتاب؟ ما هو أساسا الكتاب ده بيحرقه لو لقاه وهو بيتريق على المحتويات بتاعته، فكان لا يعنيهم فكرة التحريف. نقول لا، في ناس بعد كده حرفوا، أو المسيحيين نفسهم هم اللي حرفوا. طيب المسيحيين لما يحرفوا في الإنجيل ليه ما يشيلوش الحتت اللي مش الناس مش قبلها؟ ما هما المسيحيين دول عاوزين يبشروا بالمسيح، طب ليه يظهروا الحتت اللي ممكن تلخبط الناس؟ ما احنا نطلع المسيح بتاعنا بطل عظيم جدا، ما بيضعفش، ما بيبكيش، ما بيجوعش، ما بيتضربش. ده القديس بولس قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني كل ما نكلمهم عن مسيحنا المصلوب تضحكوا علينا. طب ما احنا لو هنألف وهنغير، طب ما احنا نقدم حاجة بقى زي آلهة اليونان كده اللي تعجب الناس وتبهرهم وخلاص، أو نقدم مسيح أرضي يعجب اليهود يمشوا وراه. إذن الحقيقة المعلنة في الكتاب كانت دايما صادمة للناس، فاستمرارها يؤكد سلامتها لأنها مش على هوى الناس، وبالتالي كونها مستمرة ده معناها أن هي حقيقة ثابتة معلنة حتى لو كل الناس مش عاجبها الكلام، هي مستمرة. برضو حجة أخرى نقولها، الكتاب المقدس من بداية القرن، نهاية القرن الثاني بدأ العهد الجديد، بدأ يترجم إلى لغات العالم، لأنه اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها. فهو اتكتب العهد الجديد يوناني، ظهر الترجمة لاتيني اسمها الفولجات، ترجمة قبطي، ترجمة سورياني، أصبحت الترجمات دي هي نفسها بتراقب بعض. برضه أشرح لكم الفكرة، افرض ده كتاب باللغة العربية والترجم بالإنجليزي، وانا حبيت اغير في الكتاب ده، جمعت كل النسخ عشان اشيل منها حتة، ما انا عشان اغير سطر ما ينفعش اغير في نسخ، ايه قيمتها؟ ما في عشرات ومئات النسخ بتقول الاصل، يبقى لازم اجمع كل النسخ. تجاوزا هنمشي في الفكرة ونقول جمعنا كل النسخ العربي وشيلنا السطر اللي عاوزين نغيره. طب ده في نسخ انجليزي اصبحت بتراقب، ليه؟ لو انا شلت النسخة دي او شلت الحتة اللي عاوز اشيلها، طب ما هو الترجمة هتعطلني دلوقتي لانه فلتت من ايدي الحكاية. ولو بقى مش بس انجليزي، في فرنساوي، في لاتيني، في، يبقى انا كده
خلاص لا يمكن هتلاعب في الأصل، لأنه في 100 حجة أخرى هتقف لي. الكتاب المقدس ترجم إلى عشرات اللغات بداية من القرن الثالث، وأصبح في مخطوطات للكتاب المقدس بلغات أخرى في مئات من المتاحف والأديور. فأصبح إيه، بنجيب نسخة سورياني على لاتيني على قبطي على عبري على يوناني، ونبص لده كله نلاقي نفس المعنى، نلاقي نفس الآية. يبقى واضح أنه كل ده بيشهد أنه ما حصلش تلاعب، وإلا يبقى إحنا بنضحك على روحنا. إذا فكرة انتشار الإنجيل في العالم كله مع انتشار النسخ مخطوطات عبر كذا جيل وكلها ماشية في نفس السياق، ترجمات مختلفة وكلها بتوصل لنفس النتيجة. يجي واحد مش دارس علمية يقول لك بس المخطوط ده ناقصه حتة. ده طبيعي جدا في علم المخطوطات ان في حتة من المخطوط تبقى دابت، تبقى وقع عليها مادة مثلا سيحت الكلام. بس ده لا يلغي قيمة المخطوط نفسه. ده المخطوط ده ممكن يبقى صفحتين ويعتبروه قيمة أثرية ضخمة جدا، لأنه يرجع إلى زيادة عن 1000 سنة. بالكوا بالمخطوطات بقى اللي فيها كتب كاملة من العهد القديم أو العهد الجديد. نفس الكلام ده ينطبق على العهد القديم بشكل آخر، بس مش بنفس يعني إيه كثرة الترجمات. ليه؟ اليهود كان الكتاب خاص بيهم. إلى ما قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة جه بطليموس ده وقال لا أنا عاوز كتاب اليهود ده المهم ده يترجم لليونانية. اليهود بيتكلموا الآرامي أو العبري. فجابوا 70 شيخ وعملوا الترجمة اليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية، ونقصد بيها ترجمة العهد القديم. السبعينية دي ما تبنهاش دعوة بالعهد الجديد، العهد الجديد كده كده اتكتب يوناني. الترجمة السبعينية اشتركوا 70 شيخ يعرفوا يوناني ويعرفوا عبري وبيراجعوا على بعض، وكانوا مدققين جدا في الترجمة لأن هم نفسهم يهود في الأصل، فبالنسبة لهم الحرف ده يعني على رقبتهم. ويمكن بعضكم عارف المؤمنين اللي فيكم سامعين بالقصة بتاعت أنه سمعان الشيخ لما جه عند ترجمة أشعية 7 هل عذراء تحبل وتلد، حب يكتب كلمة العذراء بما يعني بنت صغيرة ممكن تبقى اتجوزت او ما اتجوزتش، لكن هي كلمة عذراء تعني انها ما اتجوزتش وحبلت وما اتجوزتش ومفيش حاجة وحشة طبعا. فكان عنده كذا اختيار في اليوناني، اختار الكلمة اللي هي ايه فضفاضة شوية تحتمل فكرة انها يعني ممكن تكون اتجوزت. قالوا الملاك قال له لا تتكتب عذراء حتى لو اليونانيين بصوا لها كده وتعجبوا، يعني ايه واحدة عذراء هتحبل؟ قال له هتشوف بعينيك هذه العذراء. وطالت الايام ودارت، وسمعان الشيخ شاف العذراء وشال المسيح على ايديه، لانه كان وعد انه الاية اللي ترجمها بدقة دي هيشوفها متحققة في زمن ميلاد المسيح. اذا الترجمات بتلعب دور كبير. ترجمة طبعا اليونانية اصبحت هي الاعم والاكثر انتشارا قبل زمن المسيح، فاصبح العبري واليوناني مراقبين بعض، ده من قبل المسيح له المجد. كمان اللي يدرس داخل محتوى الكتاب يلاحظ حاجة مهمة قوي، انه ما فيش تعارض في كل كتب الكتاب المقدس في المضمون والحقيقة. يعني ايه؟ وهنا طبعا لينا حلقات اخرى مع التناقضات الظاهره، ان واحد يقول لك اهي دي عكس دي، عكسها ازاي؟ بس اقرا النص كويس وافهم، هتلاقي ان متكاملين مش متعارضين. مثلا تلاحظ انه من اول سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماء والارض، يبقى في اله وفي خلق. ما فيش طول الكتاب ال 73 سفر عهد قديم وعهد جديد، ما فيش سفر او كتاب بيلغي وجود الله او بيلغي عقيدة الخلق، مع انه دول كتاب كتار 40 كاتب مثلا وحوالي 1600 سنة بيكتبوا فيها، يعني حتى مش عايشين مع بعض بيتفقوا، لكن لان الروح القدس هو اللي بيكتب من خلالهم هناك حقيقة ثابتة معلنة ممتدة مستمرة، وبالتالي مفيش أي خطأ فيه. الله هو الثالوث المعلن في الكتاب،
الله الآب والابن والروح القدس. ما جاتش مرة في إنكار لحقيقة وجود الروح القدس، العهد قديم والعهد جديد. إذن فكرة الله الكلمة موجودة عهد قديم وعهد جديد، عقيدة الأبدية معلنة عهد قديم وعهد جديد، طبيعة الإنسان كصورة الله ومثاله موجود عهد قديم وعهد جديد، فكرة سقوط البشرية واحتياجها لمخلص موجود عهد قديم وعهد جديد، فكرة تعب البشرية والضيق اللي في العالم حقيقة معلنة، فكرة احتياج الناس إلى قوة إلى مجد الله لأنهم عاجزين عن الخلاص، كل ده معلن في القديم والجديد بنفس الدرجة. ومفيش سفر هنا بيقول حاجة عكس التاني. فكرة صفات الله مفيش أي تعارض في 73 كتاب في صفات الله. بمعنى إيه؟ محدش مثلا في الأسفار الكتابية قال إن ربنا مثلا بيحب الشر، مفيش حاجة اسمها كده، ولا قال إن ربنا ما يهموش البني أدمين، لا، الكتاب كله بيعلن حقائق واحدة. وبالتالي نفس الكتاب المقدس 73 سفر هم نفسهم الكتب على بعضها بتراقب بعضها، فيا إما إنها ماشية في اتجاه واحد منسجم جدا وده يأكد إن ما تلعبش فيها، ويا إما في تعارض يبقى هنا في إيه؟ في آراء مختلفة وفي اجتهادات وفي فكر ملخبط ونطلع لفوق وننزل لتحت، الكلام ده مش موجود خالص في الكتاب المقدس. مرة جاية نكلمكم تاني عن بعض الشواهد والحجج في قضية تحريف الكتاب، وندخل إلى بعض الأمثلة للأسئلة اللي بتيجي نقد للكتاب المقدس. وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.